امال هذا المساء جابوك ازاي بقى؟ كان بقى عندك سي في بقى وبتاع ولا كنت ايه؟ لا هو استاذ تامر كلمني قال لي احنا عايزينك في اوديشن على دور. تعالي. رحت طبعا مش مصدقه نفسي ان هو استاذ تامر مكلمني، فاللي هو انا لازم اروح اعمل احسن حاجه، وانا احسن حاجه دي عندي يا اما يعني بتظبط احسن حاجه يا اما بعك. فروحت عملت اوديشن وكنت مرتاحه جدا. يعني على غير العاده انا اوديشنز ما بعرفش اعمل اوديشنز. رحت وكان حد قال لي اعمل اوديشن اعمله زي النيله، ما مش فاهمه ايه الاوديشنات دي، مش قادره يعني. انا شايفه على قوره حضرتك مخرج، فانا خايفه يعني. انا عارفه ان انت خايفه مش عارفه اعمل حاجه. بس رحت عملت الاوديشن حلو جدا. هو استاذ تامر اللي كان بيعمل معايا، كان بيمثل معايا الاوديشن، فكان تمام، حاسه ان احنا بنلعب شويه. وعلى غير العاده لقيته بيكلمني على طول بيقول لي ان انا تمام، انت مروه. مروه ده دور صغير ومش سهل. انا عايز اشوفك انت هتعرفي تاخديه ازاي. انا عايز اعمل بقى اللي هو احلى حاجه. فكلمت واحده صاحبتي من وجهه نظري ان هي فيها شويه من اللي انا قريته في مروه. بقى قاعده جنبي. كمشكله ولا كشخصيه ولا اكسنت وطريقه كلام وبادي لانجوج والحاجات دي؟ طيب جبتها قعدتها معايا اسبوع بديها سكريبت اقراها واسمعها بس. اللي هو بشوف الاكسنت هتقول دي ازاي او الطريقه ومش عارفه ايه. عملت كده فعلا. واستاذ تامر كان قال لي ان احنا عايزين كاركتر هيستوري ونقعد ونذاكر وبتاع. رحتش باي حاجه، رحت وقلت له انا جبت واحده صاحبتي قعدتها معايا في البيت خليتها تقرا لي اللاينز بتاعتي وشفت الطريقه. قال لي حلوه قوي كملي. فبقيت باخدها معايا التصوير بقى. يا رجع النبي اختي دي كويسه. جميل قوي. ايوه صاحبتي. طب ما تجيبيها تمثل والله هي نفسها هتاخد ادوار. خلي بالك من الحاجات دي.